سلمى، ما حطتنا التالية مع عالم الكتاب وتحديدا الكتاب السوري اللي عم يشهد على تدوين سفر الحضارة الأولى بتاريخ البشرية، واللي ما توقف عن مواكبة نهضة المجتمعات وتطورها وشكل صلة وصل على خطى الإنسانية. أكيد نور، سوريا النابضة بالحياة واللي عم بيشكل الكتاب فيها خير سفر ومعرف عن إرثها الحضاري من خلال عدة مؤسسات ثقافية، منها اتحاد الناشرين العربي اللي شارك مؤخرا بمعرض بكين للكتاب الدولي. نتعرف أكثر عن هالمشاركة صباحنا غير لليوم مع الأستاذ هيثم الحافظ، رئيس اتحاد الناشرين السوريين. صباحك أستاذ هيثم، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا وأهلا فيكم وصباحنا غير. وأنا اسمحوا لي أنا أقول اليوم صباحنا ينبض مو بس بالثقافة، بالفرح، بالفرح السوري اللي أنتم مزينينه بلبسكم هذا اليوم، ومنبارك ل منتخبنا بهذا العلو اليوم وهذا التأهل، ومبارك كمان للشعب السوري. كتير حلو انه يصير في، خليني اقول، تمازج ثقافي ورياضي. نحن بالاساس كلياتنا عم نشتغل للبناء الحضارة السورية اللي هي بتنشأ من خلال ثقافة ورياضة وموسيقى وفن وعلم ومعرفة، فكلياتنا اليوم في بناء هذه الحضارة. ان كان كنا نحن متواجدين بالصين عم نبني الحضارة السورية وعم نساهم في بناء المجتمع السوري، وإن كان الشباب مبارح كانوا موجودين بإيران فكمان كانوا عم يساهموا في بناء هذه الحضارة السورية الحديثة والمتطورة، واللي نحن كلياتنا عم نشتغل على بناء سوريا والأجمل ضمن ظروف الحرب. يعني عم نشوف كل هالإنجازات وكل هالانتصارات ضمن ظروف الحرب الصعبة اللي عم نعيشها. يمكن الانتصار مضاعف والإنجاز مضاعف والهمة مضاعفة. خلينا نحكي بالبداية عن مشاركتكم بمعرض بكين، خلينا نحكي كيف كانت المشاركة. دائما اتحاد الناشرين السوريين، أو أنا دائما بقول الناشرين السوريين الأبطال، هن دائما خلينا نسمي لك يوم هن بوابات الفرح. هن دائما اللي بيفتحوا الطريق أمام ربما الفعاليات الاقتصادية الأخرى، الفعاليات الثقافية الأخرى، الفعاليات التجارية الأخرى، حتى السياسية. اليوم نحن من 3 سنين إذا بتتذكروا نحن أول من بادر لفتح معرض للكتاب في سوريا، رغم شو قلتي، رغم الحرب ورغم الأزمة. وهذا المعرض وقت فتحناه وسويناه كانوا أشقائنا العرب وحتى أصدقائنا بكل الدول العالم، وحتى بعض المواطنين السوريين يقولوا معقول نحن اليوم بحرب ونحن عم نفتح معرض كتاب؟ طبعا، لأنه نحن اتحاد الناشرين السوريين قام وأنشأ هذا المعرض. بعد منها فتحنا معرض مكتبة الأسد، بعد منها صار في معرض ساهم طال يعني في إلى جانب الجندي العربي السوري أنك تستمر، ساهم هذا الموضوع في فتح المعارض الأخرى يلي هو معرض دمشق الدولي يلي هو فتح. اليوم نحن اتحاد الناشرين السوريين والناشرين السوريين جميعا عم نعيد لنفتح أسواق تجارية أخرى، أسواق ثقافية، لكن وين؟ في الشرق، في الشرق، في العالم البعيد عنا، يلي نحن بالأساس كنا نعتبر أنه هذا المكان مو مكاننا، أو في بعد بيننا وبينهم، بعد خليني أقول هو بعد المسافات هو اللي سوى هذا البعد. لكن اليوم بعزيمة اتحاد الناشرين السوريين وأنا أعضاء المكتب التنفيذي بشكرهم جميعا وأيضا الناشرين السوريين، فأنا بتصور إحنا فتحنا بوابة الصين لانتشار الكتاب السوري من الصين، وللإعلان عن الكتاب السوري، وللإعلام أيضا عن تطور هذا الكتاب وتطور هذا العمل اللي احنا عم نقوم فيه من خلال بوابة الصين. بوابة الصين بوابة كتير مهمة، ودولة الصين في مجال الكتاب تعتبر من أهم دول العالم، وربما في بعض الأحيان أنا بقول هي ربما أهمها في دول العالم. اليوم الصين على فكرة عندنا مئات دور النشر القوية التي لا توجد مثيل لها في العالم. لذلك ونحن اليوم الناشرين السوريين وقت منشارك بهذا المحفل الدولي أنا بقول العظيم، فنحن معناتها بخير وثقافتنا بخير ومهنتنا عم تتطور. نحن كان الهدف من المشاركة إبراز مثل ما قلتي دور سوريا الحضاري، ونحن فيني نقول انه ابرزنا من خلال تواجدنا في معرض بكين الدولي، وهذه اول مره، وطبعا اول مره ولن تكون الاخيره باذن الله. نحن الايام القادمه ستفتح لنا مجالات كثير كبيره، ان كان
نحن حنقول حنتجه شرقا، كما نحن اتجهنا للصين حنتجه لهونغ كونغ، حنتجه لسنغافورة، حنتجه للكوريتين، حنتجه لدول الشرق كلها، ونبلش نقول للهند تفضلوا لعنا ولتايلاند. إذن اليوم الثقافة السورية ما صارت محصورة فقط في معارض الكتاب اللي عم تصير بالعالم العربي، لا، ونحن اليوم أكثر من هيك كمان حنتجه للغرب. حنتجه لأنا أنا أنا حقول نحن حنحاول من خلال الكتاب أن نغزو العالم الغربي ثقافيا بحضارتنا. نحن اليوم كتابنا مو بس للقارئ السوري، نحن اليوم عم ننجز كتاب للقارئ الدولي، للقارئ بالعالم، مش فقط للعربي، مو بس للعربي. نحن اليوم ونحن أيضا كمان بدي أقول لك على شغلة، كمان نحن بدنا نستفيد من حالة الترجمة، كمان نحن بدنا نقول لهم للصينيين، للتايلانديين، للأوروبيين جميعا، نحن جاهزين أيضا أعطونا ما يفيد وما يغذي مجتمعنا من الكتب والمعرفة اللي أنتوا وصلتوا إلها. هذا كله حينمي خليني أقول شعور العلم والمعرفة والتحصيل العلمي عند القراء. وبالذات اليوم نحن اليوم كمان نبارك لطلابنا بالفرح بافتتاح المدارس اليوم الأول لدخول المدارس. كمان نحن بدنا نساهم أيضا بهذا خلينا نقول التغذية الثقافية لطلابنا من خلال الكتاب السوري نفسه، اللي كاتبه سوري والمصمم تبعه سوري، ومن خلال أيضا الكتاب الغربي يلي حنجيبه، أو الكتاب العالمي اللي قلنا نحن حنجيبه من الصين مثلا، من تايلاند، وبالذات بالصين، خلينا إذا عم نحكي عن الصين من الصين بالذات، وحنبلش نترجم وحنبلش نقول تفضلوا هي ثقافة من الثقافات العالمية التي يجب أن تتواجد بأسواقنا. أكيد يعني أستاذ هيثم، مثل ما حكيت يمكن المعارض هي معروفة بأنها جسور للتواصل الفكري بين خلينا نقول الكتاب والاتحادات وما إلى ذلك. يعني مشاركتكم ببكين فتحت أكيد أبواب واسعة قدام الناشر السوري والمترجم السوري. سوريا معروفة بالترجمة، يعني كمان هون بنوجه تحية للدكتور ثائر اللي هو أيضا آخر جوائز وبموسكو أيضا عن الترجمة. اليوم وجودكم ببكين، كيف كان استقبال الناشر السوري لأول مرة بمعرض مثل معرض بكين من دول العربية أيضا اللي كانت متواجدة معكم؟ كيف كانت هي الحالة، حالة التمازج الثقافي؟ بصراحة أنا تفاجأت. أول شيء نحن عنا مسافة طويلة، يعني رحلة تقريبا أحيانا عم تمتد ل 20 ل 24 ساعة لتوصل لبكين. وتوصلنا لبكين كان في منتدى الدولي الموجود على هامش معرض الصين، فدعوني وألقيت كلمة فيه، فكان في بصراحة قبول رائع. يعني أنت اليوم عم تشوفي إنه حتى الناشرين الدوليين، مو بس الناشرين الصينيين اللي هن معانا، لا، حتى الناشرين الدوليين كان لهم دور كتير مهم بخليني أقول لك تحفيزنا على أنه نحن أبناء الحضارة. اليوم وقت أنا بكلمتي معهم فقلت لهم نحن اليوم من أوائل، وهي لازم نعرف، نحن من أوائل الدول العربية التي ساهمت في إقامة أو جسر التواصل الثقافي بين سوريا والصين. وهذا الكلام على فكرة حتى الصينيين تفاجؤوا بهذا بالكلمة تبعي بهذه الفقرة بالذات، أنه نحن بعام 1983 كان أول علاقة بتتم ما بين الصين وما بين سوريا، وهذا بصراحة علاقة ترجمة، ولكن الترجمة كانت المفاجأة أنه كانت الترجمة من العربية إلى الصينية، وهذا شيء فعلا أنا بيعطينا خليني أقول سمو واعتزاز بنفسنا وسمو أنه نحن أيضا مؤثرين في الثقافة الصينية. واليوم وقت أنت عم تشوفي هذا الاهتمام الكبير بالناشر السوري، وأول مرة عفوا الإعلام الصيني كان مهتم بالزيارة بشكل كتير كبير، وأيضا الناشرين الصينيين، حتى يعني أنا دعيت إلى أكثر من لقاء مع ناشرين صينيين، وأيضا دعيت في اليوم التالي لإلقاء كلمة، هن كانوا عم يساووا رابطة للكتاب الأكاديمي.
أيضا دعيت لإلقاء كلمة فيها. فكان بصراحة يعني أنا اللي أنا بتصوره أنه كان في شعور كتير كبير واعتزاز فينا ومنا بالناشرين الصينيين. وكان أيضا الزيارة للجناح السوري بصراحة ما كنت متوقع هذا العدد. أنا بدي أفاجئكم، بالصين في عدد كبير كتير من الصينيين اللي بيدرسوا اللغة العربية، وهذا على فكرة أنا ما كنت بعرفه بالواقع الحقيقي. غير وقت رحنا زرنا الصين تفاجأنا في عدد مهم عم يجي يسأل عن الرواية السورية، في عدد مهم من الطلاب من الكتاب عم يجي يسأل عطونا أرجونا شو هو جديدكم بالنشر اللي نشره الناشر السوري. إذا كانت فعلا بكل ما نتائجها كانت زيارة فيني أقول عنها ناجحة. طبعا صار في اتفاقيات متعددة، أنا هذا اللي بدي أسألك عنه يعني بعد هيدا المعرض أكيد كان في يمكن اتفاقيات نشاطات صار اتفاقيات مع الجانب الصيني. نحن اليوم اتفقنا على أن يكون المشاركة بشكل سنوي ومستمر، مو انقطاع وليست لأول مرة. الشيء الآخر حيعطونا عدد من الكتب، أنا ما أذكر عددها لكن عدد مهم حيعطونا بالخلال الاتفاقية كتب مترجمة من الصيني إلى العربي، هن حيعطونا إياها وللنشر بسوريا وستوزع للناشرين السوريين. وحتى بدي أقول أكثر من هيك بدون أي مقابل، وهذا نوع من أنواع العلاقات الإيجابية والتبادل الثقافي، وحنعطيهم أيضا جزء من كتبنا كمان للتبادل الثقافي. حنعزز أيضا العلاقات الثقافية نحن وياهم بأي محفل ثقافي قادم، إن كان على الصعيد بالصين أو بسوريا أو خليني أقول بالاتفاقيات الثقافية أو بالمحافل الثقافية الدولية. أستاذ هيثم، هون خلينا نحكي يمكن عن عناوين الكتب اللي أخذتوها معكم. نعم. هل كان في عناوين بتحكي عن الحرب؟ أيضا عناوين الكتب اللي جذبت القارئ الصيني أو الزائر الصيني بمعرض بكين، أنتوا أيضا شو العناوين اللي جذبتكم هناك وممكن تستقدموها لسوريا؟ شوف الجانب السوري نحن بالنسبة لنا أخذنا تقريبا من أغلب دور النشر السورية اللي أنتجت إنتاجات الحديثة وعرضناهم في جناحنا جناح اتحاد الناشرين السوري. يلي جذب القارئ الصيني وهذا كان ملفت أمرين اثنين، الرواية السورية، وهذا على فكرة شيء عجيب انه هن جايين بدهم الرواية السورية، وشيء اخر كأنه نحن مكتوب علينا سمة اننا نحن المجتمع السوري من يحمي اللغة العربية، وهي على فكرة مهم. كان في بحث يمكن عن مراجع باللغة العربية، هذا مهم جدا انه نحن اليوم لازلنا رغم كل الاحداث اللي عم تمر فينا لازلنا نحن المتصدرين في حماية اللغة العربية. صحيح، من خلال الدراسة واللهجة. تمام. لأنه كثير من الدول العربية يمكن دخل على اللغة العربية العديد من المصطلحات، وحتى إن كان بالدراسة نحن يمكن من البلدان القلائل اللي محافظة على هي الهوية من خلال الدراسة. يعني إحنا بدنا نطالب مثل ما قلت اليوم الأول الطلاب، نتمنى لهم التوفيق. نحن من الصف الأول بدك تعتبر للبكالوريا كل الدراسة باللغة العربية، فهذا كمان نوعا ما حفاظ على الهوية. والله أنا تفاجأت بصراحة أنه هذا حتى الجانب الصيني بيعرفه، يجي يسأل عطوني شو كتب باللغة العربية جديدة أنتجتها سوريا، وهذا واقع كتير مهم. الأمر الآخر والمهم اللي نحن فينا نقول الأمر العكسي، الجانب الصيني مهتم بجيلين أو فئتين عمريتين بالنسبة للقراءة وللإنتاج الكتاب، يهتم بالأطفال بشكل كتير كبير وكتير مفرح. يعني أنا فيني أقول أنه الكتاب الصيني الموجه للأطفال ينافس الكتاب الأوروبي وربما في بعض الأحيان يتفوق عليه، وهذا جانب مهم لدور النشر المتخصصة بالأطفال اللي هي بدها تشتغل. الأمر الآخر يلي هو الرواية يلي للناشئة والشباب. نعم. بتصور هدول الاثنين حنكون في العام القادم هن الحاملين لنا بالنسبة للترجمة
من الصيني إلى العربي. أكيد يعني أستاذ هيثم نحن بدنا نشكر وجود حضرتك معنا كتير، وبنتمنى أكيد التوفيق لكل الناشرين السوريين والكتاب في كل المعارض والمحافل الدولية اللي بتمثلونا فيها. شكرا لوجودك معنا اليوم. وأنا بدي أتشكركم وأتشكر هالجلسة اللطيفة اللي يعني خليقون أظهرت أنه الناشر السوري هو بكل الفرح والمحافل الوطنية هو مشارك لكل أبناء الشعب السوري. وأنا بتشكركم، وبنفس الوقت كمان ببارك لأبنا مرة تانية، ومنقول ألف بالتوفيق الكبير لطلابنا باليوم الأول. نشكرك الأستاذ هيثم حافظ، وأكيد كاميرا الإخبارية السورية رح ترافق جميع نشاطاتكم إنجازاتكم. تحية لجميع اتحاد جميع الناشرين السوريين على الإنجازات اللي عم يقوموا فيها. أما هلأ بدنا ننتقل لغرفة